وللمزيد حول المكتسبات التي تحققت في ظل الميثاق، يسعدني أن أستضيف في استوديو مركز الأخبار الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد مبارك. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا، كل عام وأنت بخير. بداية دكتور، عند الحديث عن ثمار الميثاق نحن نتحدث عن قاعدة أسست لكل ما جاء بعد الميثاق. لو نبدأ بالحديث عن مكتسبات المواطن في مجالات الحقوق والحريات، وأدري أن الوقت ربما لا يتسع للتوسع في هذا الموضوع، لكن لنسلط الضوء على أبرز النقاط في مجال الحقوق والحريات وأيضا المشاركة الشعبية. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كل التهاني والتبريكات لمقام سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل بلاد المفدى حفظه الله ورعاه بمناسبة هذه الذكرى العزيزة علينا جميعا، ذكرى ميثاق العمل الوطني، والتي يطول الحديث عنها في الواقع، وخصوصا حينما نتحدث عن المكتسبات التي تحققت لمملكة البحرين ولشعب البحرين مبثقة عن هذا الميثاق. وفي الواقع ليس فقط الحديث هنا عن عودة الحياة السياسية والمدنية والبرلمانية بغرفتيها النواب والشورى، وإنما سلسلة من المكتسبات التي تحققت منذ بداية هذا المشروع الإصلاحي الذي بدأ مع ميثاق العمل الوطني، من بينها على سبيل المثال يعني المحكمة الدستورية، ديوان الرقابة المالية والإدارية، النيابة العامة، مؤسسات أخرى خرجت منبثقة عن عهد الإصلاح ويعني رسخت حكم القانون والنظام في مملكة البحرين. اليوم هناك من مبادئ الميثاق أن يكون الشعب مصدر السلطات، وهذا ما يؤكده الدستور، ومصدر السلطات اليوم بالنسبة للشعب هو مجلس النواب الذي يمارس شعب البحرين حريته في الاقتراع المباشر لاختيار نوابه في البرلمان الذين يمارسون سلطة التشريع والرقابة على المؤسسة التنفيذية. نعم. وهذا بحد ذاته يؤصل يعني مبدأ أولا الفصل بين السلطات، وأيضا أن الشعب هو أساس ومصدر هذه السلطات. وبالتالي فإن هذه التجربة التي جاءت مع ميثاق العمل الوطني هي تجربة نحسد عليها اليوم في مملكة البحرين، بالنظر إلى الإقليم الذي نعيش فيه والمنطقة العربية وما مر بها منذ عام 2011 وحتى ما قبل ذلك. فإن ميثاق العمل الوطني ومن أهم ما مثله اليوم مملكة البحرين بأنه شكل ضمانة تحمي مملكة البحرين وتصد عنها حتى محاولات التدخلات الخارجية. جميل. طيب دكتور، لو أردنا أن نتلمس يعني التغيرات التي وقعت في المجال الاجتماعي، كيف لمس المواطنون التغيرات التي طرأت بعد ميثاق العمل الوطني في مجالات مثلا رعاية الطفولة وإقرار حقوق المرأة وعدم وجود أي نقاش وطني عليها لاحقا لما بعد الميثاق، ثم حماية الأسرة باعتبارها طبعا اللبنة الأساسية في تكوين المجتمع السليم الذي يدافع عن الميثاق ومكتسباته؟ طبعا في هذا الجانب من المهم أن نتحدث عن قانون الأسرة. قانون الأسرة أقر في عهد سيدي حضرة صاحب الجلالة، وهو يعتبر من ثمار المشروع الإصلاحي. والحديث عن قانون الأسرة هو حديث عن المرأة وحديث عن الطفل. اليوم المجلس الأعلى للمرأة باعتباره أيضا إحدى منجزات الميثاق العمل الوطني يرسخ لمبدأ تمكين المرأة وحماية المرأة ومساواتها بالرجل، واليوم هذا هو ما تحقق في البحرين. اليوم المرأة في البحرين تبوأت مناصب عالية، انتخابات الأخيرة تمخض عنها وصول أول امرأة لسدة رئاسة مجلس النواب، وهذه سابقة في الوطن العربي. أيضا المرأة في البحرين تبوأت مناصب مختلفة في مجلس الشورى، في المحكمة، في غيرها من المواقع، وصلت يعني إلى مختلف المناصب القيادية وتولت حقائب مهمة، وهذا يدل في الواقع على ثقة القيادة الرشيدة يحفظها الله ويرعاها في المرأة. وهذا في طبيعة الحال يؤكد أن عهد الميثاق كان عهدا يؤصل لحقوق المرأة ويحمي بالتالي الأسرة والطفل من خلال ما أقر من قوانين وما تم ترسيخه أيضا من نهج يحمي الأسرة البحرينية. نعم. من خلال اطلاعك دكتور، ما هو الدور الذي تعتقد أن المواطن البحريني تمسك به للدفاع عن منجزات الميثاق وعن ثمار الميثاق؟ هل هو في الممارسة السياسية؟ هل هو في ربما قناعات اجتماعية جديدة حدثت في الألفية الأخيرة الآن؟ أبرز الملامح التي تعتقد أن المواطن عندها تدخل ودافع عن الميثاق؟ هو في الواقع التمسك بالمشروع الإصلاحي. التمسك بالمشروع الإصلاحي وتمسك المواطن البحريني بهذا المشروع هو أكبر مكسب. يعني نأخذ على سبيل المثال النسبة التي تحققت في المشاركة البرلمانية. المشاركة البرلمانية الأخيرة يعني جاءت وصلت إلى أكثر من 67%،
مشاركة شعبية لمملكة البحرين لشعب البحرين للناخبين في الانتخابات. نعم. وهذا يدل في حين أن الكثير كان يراهن على المقاطعة. نعم. الكثير كان يراهن على فشل الانتخابات. نعم. ولكن ما حدث هو العكس. نعم. إذن هذا يدل أن شعب البحرين تمسك بالمشروع الإصلاحي. نعم. وأسهم أيضا في إنجاح البرلمان وبالتالي نجاح التجربة الديمقراطية ونجاح أيضا الرقابة البرلمانية على المؤسسات التنفيذية. شكرا جزيلا لك الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد مبارك جمعة. شكرا لحضورك. شكرا لك.